سعيد جدا بدعم الدولة الجزائرية للألعاب والذي تجلى في هذه الإنجازات الرائعة المتمثلة في المرافق الرياضية التي ستستضيف الألعاب المتوسطية. القرية المتوسطية تحفة عالمية وخصوصا في مجال مرافق الراحة للرياضيين. واليوم تشرفنا بهذه الزيارة، هذه من أجل يعني تفقد كل المنشآت التي ستحتضن هذه الألعاب. رافقتنا هذه الصبيحة في هذه الزيارة هذه اللي قاموا بها السيد الرئيس مع السيد الأمين العام وكذلك السيد المحافظ وكل يعني القائمين على تنظيم أو العمل على الانتهاء من العملية التنظيمية لألعاب البحر الأبيض المتوسط. ونظن باللي باش لاحظتوا باللي باش يعني كل المنشآت يعني جاهزة، ووهران كمدينة جاهزة لاحتضان هذه الألعاب. هذه معجزة، هذا الكلام اللي كانوا يقولوا هما في الحفلة، وهذا يشرف الجزائر ويشرف ولاية وهران بطبيعة الحال. إذن احنا مرتاحين حاليا، لكن دائما امام محطات جديدة، وتكون الزيارة تاع لجنة التنفيذ تاع اللجنة الدولية يوم ابتداء من وصولهم يوم 9 مارس الى يوم 13 مارس.